جت المحاكمة قال لي سادة يا اعتماد، قلت له ما اقدرش اسال، انا بتكتف قوي، اقول ايه؟ اقول ده كلام وسخ قوي اللي انا هقوله، عيب يعني. قال لي بقول لك هبعت لك شيخ الازهر، بعت الشيخ الازهر يقول لي الساكت عن الحق شيطان اخرس. هو المفروض انك انت تحب الحياه تبقى نظيفه. عبد الناصر في سنة قرابة بيننا وبينه من بعيد، بينه وبين خلاني واخواتي من بعيد قوي، وكانوا مع بعض في الجامعة وبتاع، ده سبب المعرفة، عشان الناس ما يقولوش هي تعرف عبد الناصر منين. ايوه اعرفه، وانا طفلة صغيرة كمان.